استعجلنا ولا انتهى ولا ما مش عارف مش اي حاجه بس طيب الامام الغزالي رحمه الله بيتجاوز النقطه دي، ما يقولش بقى فرض الكفايه او فرض العام هو علم التصوف ولا هو علم الفقه ولا، وانما يقسم العلم. مين هو العلم؟ بيتكلم عن العلم بصفه عامه. احنا ما يعنيناش بقى هل هو علم الفقهاء ولا علم الصوفيه ولا علم اي علم، يجي يتكلم بقى عن طبيعته هو حقيقته ايه؟ فيقول لك العلم ينقسم الى علمين او الى قسمين مع الهدف. علم مكاشفه، وهذا ليس مرادا. هو لا قال كده يعني ايه؟ ليس مرادا بيانه هنا، او ليس هو المقصود بتفصيل الحديث او بسط الكلام فيه، انه ليس مرادا ازاي؟ يعني ايه؟ علم القلوب، علم الباطن، علم ما نقدرش نقول اصوله واحد اثنين ثلاثه. مش في الكتب. علم مش في الكتب. واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. المكاشفه تتكشف الحقائق، يلقي الله عز وجل في القلوب، يزيل عنها الغشاوه، يزيل عنها الشوائب التي تمنعها من الوصول الى الحقائق. فتتكشف لها الحقائق سريعا بدون اصول محدده واحد اثنين ثلاثه، بدون قواعد اثنين ثلاثه، فيعرف كثيرا من الاشياء وقد يكون اميا. العلم المدون من الوفاء بس المكاشفة تكشف الحقائق بدون اكتساب العلم، عند العلم مكتسب وعند يعني العلم يلقيه الله عز وجل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، الرسول كان أميا، كان عالما ولا لم يكن عالما؟ سيد العلماء عليه الصلاة والسلام، رأس العلماء، أعلم أهل الأرض بلا خلاف وبلا منازع. خلاص، من أين جاءه العلم؟ علمه الله، اتقوا الله ويعلمكم الله. خلاص، ده علم المكاشفة. لا مولانا، قال ليس المراد علم إلا علم المعرفة. ليس المراد بالتفصيل هنا. في الكتاب يعني؟ لا، أنا هتكلم عن أنا بندرس العلم. احنا بندرس العلم. أنا مش هشرحه. اللي هيتكلم عنه أنا مش هو، ما اشرحش، هشرح لك علم المكاشفة. انما راح يشرح لك العلوم اللي هي العلوم الثانيه، علوم المعامله. ده المقصود. مش ليس مرادا يعني ليس مطلوبا. ليس مرادا بالحديث هنا، مش مكانه هنا. فهمت؟ ابو حمد الغزالي، الامام ابو حمد كان اصلا استاذ فقه ولا عالم؟ الامام الغزالي او العلماء النوم العلماء القدامى. ما كانش زمان في حاجه اسمها استاذ فقه ولا حديث ولا تفسير، انما كان يسمون علماء موسوعيين. موسوعيين. فتيجي تدرسي مثلا في كليات الطب دلوقتي في الغرب، ابن سينا الاصلي. ابن سينا كان طبيب وكان فقيه وكان فلكي وكان معاه الرازي غيره. فتلاقي الواحد فيه علوم كتير جدا. لا، وكتاباته نفسها المقدمه لابن خلدون مليان. خلاص، المقدمه دي عباره عن ايه؟ عباره عن مقدمه كتاب تاريخ. الكتاب عنوانه من هنا لكن المبنى. اشتهر بالمقدمه دي اللي اصبحت اصل علم
إنما الكتاب لما تقرأ فيه وتكمليه تلاقي فيه كل العلوم، والمقدمة أصبحت أصل علم كامل هو علم الاجتماع. ثم اهتدى كما كتاباته بدليل تقرأ فيه إحياء علوم الدين، ما نقدرش نقول كتاب فقه ولا كتاب أخلاق ولا كتاب تصرف ولا كتاب عقيدة ولا كتاب كله تلاقيه فيه، كله تلاقيه فيه. خلاص أذكر كنت أكتب مرة كتاب عن إجهاض الحمل وأحكام متعلقة بإجهاض الحمل في الشريعة الإسلامية، ولما جينا لمسألة في مسألة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن المراحل الجميلة، إن أحدكم ذوي المعلقة وفي بطن أمه 40 يوما مضغة ثم يكون علقة في 40 في 40 علقة 40 مضغة، ولما يكمل الأربعة أشهر أو 120 يوم تنفخ فيه الروح. وتحليل الحديث وكلام الأطباء والدنيا كلها، ولقينا الثورات اللي بتقوم الآن والاتهامات اللي بيقول لك إن هو إزاي بقى وقفوا على انه السنه فيها خطا وانه حديث الرسول ده فيه خطا. تعال ايه هو الخطا؟ قال لك الرسول بيقول للرسول الروح بتنفخ في الجنين بعد 120 يوم. طب احنا تعال بقى دلوقتي الجهاز اللي بيسموه جهاز السونار ده موجود عند كل طبيب لسه متخرج ومشتريه، وتروح له متابعه الحمل ولا مش عارف ايه، والست حامل بقى مش عارف كم يوم وكم اسبوع، وبعدين نحطها كده في نحط عليها الجهاز وشغلنا الميكروفون وتلاقي الخط والرزق شغال وصوت الجديد ونسمع بقى والناس تفرح، وخاصة لو كان أول حب ولا ما أعرفش، وهو لسه ما كملش 4 أشهر ولا حاجة، والخط بيصدعنا من صوت حط الميكروفون كبير قطع 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 ما هو هذه دقات القلب. فين بقى؟ لأنه لسه ولا كمل 4 شهور ولا كمل حاجة، والرسول بيطوف في الروح، يعني ما يبقاش حي إلا بعد 120 يوم، 4 شهور، 4 شهور ده كبير. ده قبل كده بيقول لك هو ذكر ولا أنثى، أنا أقول لك أوعى تقول ده حرام، مش ممكن ولا يمكن، ويطلع هو ذكر ويطلع ذكر، ويقول أنثى ويطلع أنثى، وأي طبيب يقدر يعمل هذا الوقت؟ حاضر، خلاص. اللي حل المشكله التفصيل في كتاب احياء علوم الدين، كيف تشريح طبي نكملها مع بعض.